مرحبا، شلونكم عيوني؟ شو اخباركم اليوم؟ انا وين؟ انا في مطعم يحمل لافتة عزيزة على قلبي. شوفوا هذا الاسم، مطعم بغداد. مطعم بغداد لصاحبه رعد موسى ابو حسين. انا كنت اعتقد قديما انه المطعم العراقي متأثر بالحضارة الفارسية والحضارة التركية، لكن البارحة كنت اقرأ في مقال يتكلم عن المطبخ العراقي في عصور الحضارة السومرية والأكادية، وأكو عالم فرنسي متخصص في حضارة وادي الرافدين أصدر كتاب جديد عن الأكل في حضارة أكد وسومر. هذا العالم اسمه جون بوتيرو. هذا الكتاب أعتقد اسمه وصفات مطبخية من بلاد النهرين. فهذا المطعم، تصوروا هاي العلامة اللي وراي. أبو حسين يقول أنا من أطلع أغلق المحل بالليل وأشوف اسم بغداد منور، يعني قلبي ينتعش من الداخل فعلاً، إنه شيء حلو تشوف اسم بغداد هنا. بعد معلومة عن المطبخ العراقي، اتضح إنه المطبخ العراقي هو اللي مؤثر بالحضارة الفارسية والحضارة التركية. كنت في نقاش سابق مع أصدقاء، لكن بعد قراءات يعني اتضح لي انه المطعم العراقي، لان هو منطقيا حضاره وادي الرافدين هي قبل هذه، هي اول منطقه جغرافيه نشات بها حضاره منذ الخليقه البشريه. حتى ان كلمه كباب، تصور الكباب انت تتوقع تركي، كلمه كباب هي كلمه اراميه اكاديه اسمها كبابه وتعني اللحم المشوي. اذا المطبخ العراقي مطبخ مهم، هو ربما أطبخ أو أبو المطابخ حول العالم. الآن راح ندخل يما أبو حسين. أبو حسين مفتح صار له فترة قصيرة وما شاء الله يعني البزنس مالته الحمد لله والشكر، بس عنده شغلات أنا جربتها وردت أخليكم وياي بالصورة، لأن فعلا تستاهل أن تجربونها، خصوصا هنا اللي يدور عن الأشياء العراقية يلقاها يما أبو حسين. تعالوا وياي. الآن أنا صرت جوا في مطعم بغداد يم أبو حسين وأخونا العزيز أبو يوسف. راح أراويكم نماذج من شغلهم الراقي والمبدع. خلي أبدي وياكم بال أراويكم بس شوية حتى بعدين أفر الكاميرا. شوفوا هذا الصمون العراقي، هذا لايف طبعا. هذا الصمونة، الله 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 يا أبو يوسف، الله عليك. هاي الصمونة دبل عن الصمون اللي ممكن تلقونه بالمحلات الأخرى. 6 صمونات ب$5، وأيضا الخبز طبعا أنا البارحة جربته، أخذت 5 خبزات. هو يبيعون 24 خبزة ب20، بس الخبز جبار، يعني تأخذ بغير مكان خبزتين ب3، هنا ما تأخذ 5 تقريبا ب5. الآن راح ألتقي بصاحب المطعم الأخ أبو حسين. مرحبا. كيفك أبو حسين؟ أخبارك؟ شلونك يا بطل؟ أخبارك حبيبي؟ والله موفق على المطعم. الله يخليك، الله يوفقك، وإن شاء الله الله يرزقك ويفتحها بوجهك وإلى الأمام، ومحل أكبر من هذا إن شاء الله بغداد، تصير سلسلة مطاعم في كندا في نورث أمريكا. أبو حسين، أول مرة أنت من وين؟ يعني من العراق، من كربلاء والنجف. كربلاء يا حبيبي، بس هو يعني أحسن ناس، أحسن ناس. شو تبيعون ابو حسين هنا؟ احنا هنا نسوي مناقيش، لحم، جبن، فلافل، نسوي طبخ. اي يعني المنيو موجود اذا تريد. شنو الطبخ اللي تسوونه؟ نسوي دولمه، سمك، دجاج على التمن، على الطلب. هذا كيترنج يعني؟ اي كيترنج. اي بالضبط. لازم خلال قبل ايش قد يقل لكم الواحد؟ يوم واحد، يعني يوم واحد ينطيكم، يوم واحد، يوم واحد. واحنا عندنا هسه ومهما كان عدد الاشخاص يعني ما مفتوح، ما عندكم مشكله. اي خروف، خروفين يعني نقدر نسوي حتى 4 خرفان يعني. الأربعاء دائما، كل 4 سمج جاي نسوي على التمن. اي وهاي الأسبوع الثالث باكر يعني 4 يصير الأسبوع الثالث، يعني إقبال الناس هواي جاي تجي بصراحة على السمج. سعر مناسب جدا. تبيعون سمج وأنا بصراوي؟ ما أدري. إيه فباكر يعني إن شاء الله سمج همات. إن شاء الله حبيبي. على التمن يجي، السعر كلش رخيص مناسب بالنسبة للمكانات الثانية.
انت عندك اكله هسه مشهور بيها، انا اكلتها عنده طبعا هسه اقول لكم عليها. خليه اصور اشياءك اللي جاي تسويها، لان ابو يوسف جاي يطلع من وراي شغلات جاي 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 يحرجني، لازم اصورها وارجع لك ابو حسين حبيبي. خليكم وياي. طبعاً هنا الشيف أبو يوسف، هسه راح مفاجأة أبو يوسف طبعاً. حبيبي أهلا وسهلا بك. شلونك أبو يوسف؟ والله الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله رب. تنزع شوية الكمامة حتى يبين وجهك؟ إيه طبعاً. احكي لنا أبو يوسف أنت منين؟ حبيبي أنا مواليد العراق بس الأصل فلسطيني طبعاً. والله والنعم. حبيبي. والنعم. أهلا وسهلا بك. أهلنا وناسنا. أنت يعني مولود بالعراق؟ مولود بالعراق وعايش بالعراق 30 سنة. إيه. والآن سبحان الله يعني ما نعرف فلسطين أكثر ما نعرف العراق. الله اكبر. وبعدين شنو صار وياك؟ امتى جيت على امتى طلعت من العراق؟ طلعت بال 2000 من العراق، رحت لبنان. يعني بزمن صدام. اي والله. ليش؟ طلعت لانه والدتي من لبنان. فرحنا هناك على مود الوضع والشغل، وسبحان الله قدمنا هجره وجينا هنا 2014 لكندا. تمام تمام. زين قل لي ابو يوسف شنو عندك انت؟ شو تسوي؟ احنا طبعا ابو يوسف يعني عنده مناقيش. اكو مناقيش هو مسويها يعني اختراعاته، ففعلا والله عندنا مناقيش كثيرة يعني. أيه. فطائر كلش حلوة، خصوصا اللحم بالبيض. طبعا نذكركم بالعراق اللحم، وعندنا اللحم والجبن بالبيض، عندنا طبعا السجق بالبيض، هذن قليلات ما حدا يسوي هنا، قليل كذا. طبعا الجبن والزعتر. شنو اكو فلافل؟ جايين على الفلافل. شكرا جزيلا. يا ابا مرحبا عيني، انت ليش جايين على الفلافل مالته؟ والله يا طيبة عاشت ايدها، كلش طيبة كلها عاشت ايدها. لحمات عراقية اصلية 100%. اها. وبعد شو؟ وشنو مجربين عنده بعد؟ لحم بعجين، مجربين المعجنات، مجربين كل شيء، كل شيء الحمص الصمون كله مجربين. ممتاز. ها؟ هذا محلنا 100%. تمام. كل اسبوع يمه. تمام تمام تمام. زين عندي سؤال ثاني بس خلي افر اذا تسمحوا لي. ابو حسين هاي الفلافل العجيبه تنطينا من عندها؟ اها. اطلع وشوف ان شاء الله. ورده ورده ابو حسين. سؤال، عدا كون الاكل العراقي يعني شو يعني لكم انه تشوفون اسم بغداد وهاي الاجواء؟ احلى اسم بالدنيا. انتم من بغداد؟ طبعا. اهلا وسهلا. حياكم الله. بعد شنو تقولون؟ شنو بعد اكثر شيء عجبكم غير الفلافل؟ كل شيء كله طيب. كله فعلا يعني قدامنا طبعا يقولون بس يعني راحته كل يوم مو براحه. طبعا يقولون طيب. قدرات من عندهم، حفلات عنده، عزايم، قعدات، كله من عندهم والله. فشيء يشرف. الله يخليك. يشرف. الاكل طيب وحلو ومرتب وانيق. الله يخليك. طبعا باعوا شنو ملحقات ال باعوا باعوا هذا المنظر الإجرامي طبعاً. أمبر وهذا صاص. طبعاً الصاص أكو شيء بي حلو الصاص صناعة في العراق في بغداد في معمل وريج المدينة الصناعية مخللات الزيتون العراقية. مخللات الزيتون العراقية هاي برودكت مالتكم في بغداد في كندا. شيء حلو لما تشوف صناعة بلادك عابرة القارات.